يا رب عجل بيسر بعدما عسرت وافرج علينا فشهر الصوم قد أزف. سبحان خالق كورونا ومرسله على العباد يريهم كيف هم ضعفاء فيروس ليس يرى بالعين من صغر لكن بأكثر سكان الدنا عصفا كم اقتصاد هوى من بعد رفعته وكم حراك على ذي الأرض قد وقفا اللامساس شعار الناس من قلق كل يحادر من لمس له تلفا حتى الحبيبان عن بعد سلامهما مثل الشحيح زوى الكفين والكتفا وعطل الناس عن سعي وعن سفر رهن البيوت كفص لازم الصدفا سبحان خالق كورونا ومرسله مخوفا خلقه من بأسه أسفا لعلهم أن يفيقوا بعد غفلتهم ويخلعوا الكبر والطغيان والأنفا لعلهم أن يحسوا نعمة كفرت كم من نعيم نسي من طول ما ألفا كم أمة أصبحت في عيشها شظفا كانت تبختر في نعمائها ترفا لعلنا أن نرى حلم الكريم بنا فلو يشاء بنا في لحظة خسفا رباه قد ضاقت الدنيا ونحن نرى بيوت ذكرك قفر ربعها كسفا رباه قد ضاقت الدنيا وقد وقفت خطى المصلين عنها فارحم الحنفاء يا رب عجل بيسر بعدما عسرت وافرج علينا فشهر الصوم قد أزف.